وإله اللوجو دوانيه أيانا وذكر أي حبناها الله حسيا مركب حاله وقفك مسلم كا إنه حبناها يعرب كا يقلب جب إله كحس مركز إله وحلي فاذكروني أذكركم. وقال تعالى الله وحير واذكر ربك ربك حس في نفسك أذق النفط هذا تضرعا أذق استليني تضرع وحلي قفك إنه مسكين سكديه وخيفة سي قرصون قرصون ذو حوي سي أذية ألا أذن سلوكتين ودون الجهري يمد أن كر عتك كر لقاضة حوجا كهاصيصة أو من القول هذا الله يهذا حوج كرة لكن قيل أنا هين حوجا هاصية بالغدو الصبح والآصال يقلب ولا تكون هكم النقن من الغافلين قوى الله المامي هكم النقن أيده وأيد وين وين ولبقوا حشيء سا بعض آداب ذكر ذكر إلهي آداب تسقار كمذ محاكم إذا آداب تاس مركز الله سيسيد تضرع سمع تضرع وحل إلى هذا مركز اسم سكيمة نيسيد ولبقى الدعاء وهنت هي اسم سكيمة تكجر تضرع لي إلى هذا وهذا ركي سا مركز إلهي ومقال هذا كشاكين أيه حتى يتدك مقالوين كدقن ساعة سمعين لهايين أو تضرع وأي سمعينها تضرع تضرع حالي يقفك إنه أصعب اسم سكيمين يا إلهي بريئي بريئة اسم سكيمين تي أو هنتي استولين تكجرت بل إله هذا مركا دي الله حسي سمركا استولين يا اسم سكيمين يا اس أو هن هكو كجرت مركا لبعضنا خاص قده حداد كر أقادنا حلا قيلين الله وكم أغلى يا مرول مركا وحالي يري خاص مدأة يا مد قيلة أنا هين لكن كر لورد هايو يمت تضرع أبا إلهي كحو الصبح يا قلبا وحنا اسكي إلا نسائنا النقطين كو الله المامي آيدك لو حقال ليه سوى السفين يا أدوماديس إن المسلمين كو مسلمين تا الرقع والمسلمات يا كو قبلها مسلمات كا إلهي وستفادي ووذي 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 مركز فوين بدن شيئا وحالي وذاكرين الله كو الله حسا كثيرا إن بدن والذاكرات يكون ضمرك أو وحبضا الله حصة أعد الله له مغفرة إلهي وحود ياري دم بالآف وأجرا عظيما يأجر وين معناها قبل يرقبك الله حصة أجر وين به ليان وحظاهم يسأل مركا أجر كاسي وأجر وين هطوبة ألا يري أجرا عظيما وأجر وين وين وحكرأوا إلهي يري مغفرة دم بالآف مركا عن كفهم إن آيات داس ذكرك إلهي وحلوه لها دم بالآف يأجر بضا الوهلة. وقال تعالى ألو يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله الله حس ذكرا حسد كثيرا أبدا وصبحوه وتصبح سيدة بكرة صبح وأصيلا يقلب آيات كان عموما مركز الاسكساد ودوبه وحي آدم يقبرني أن الله حسن وحال الرباء ونفتي ذي نفتي نبا أن إلهي كبر ينا إنه هرتا نقدر يقوى الله وحبدا حس ذكر إلهي ذكر ووحاد وين وين حتى إلهي وحو أماني دتك استاق يفدق يجيف كبع الله كحس أضو فدق أضو تاقن أضو جيفة أضو صعنة أضو بابور وطا أضو اللغين أضو تكن أضو أن تكنين إن أدمر والبع الله حس أحاديث بضن أو باب كان ويساس عدان محاكم إذا حديث تاس عن أبي هريرة أبو هريرة وحال قوري رضي الله عنه قال وحير قال رسول الله سوك لأبا وحي صلى الله عليه وسلم كلمتان لبا كلمة دود خفيفتان ويفدفدودهن على اللسان عربك لبا كلمة دود أو حاجرة عربك كفضو إنها وحبك هما قادنش ثقيلتان وحيكو العلوسهن في الميزان ميزان كآخر مركة آخر أعماش الميزان مينا وعليس بدينهن حبيبتان ولبا وجعليهن إلى الرحمن الله الرحمن ك الله الرحمن ك أنا وجعلية والله ذا كلمة أوفرس أنت فضل لسي قرت واس كفودي هنا ما نبضنا مد الله بعدنا وعلوسهن ميزان كقيام هذا مرك الله سعره وكلمة ذا أدو العلاس بضا هدي ما أنت اللي ويره هذا إن شيء علوس وقيمة ليه هاي وتكده ذا ليس ذهب كقيمه س مرك علوسه والود ذا لا صوت عليس كان قيمه كان يا فاليو كان يا مرك عليس وين بي كان يا مرك ميزانك عماش على صار إلهي نوجعليها هدي الشيء جا إلهي نوجعليها الوصف يا شيء وين
ما حكت الله نيسا هدو الله شيء جعل هذا قفك شيء سمينا الله وجعل هذا لبدنا كلمة ضوا محي وحنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وي لبدنا كلمة ضوا حديثها متفق عليه البخاري مسلم أوردي سبحان الله ألا حمان أردن كن زهن وبحمده ونا مهتسنية مهدي السنة وإلا سعطا وسبحان الله ألا حمان أردن كن زهن العظيم الله وين عظم ذي وينك أو صاحبك لبذا كلمة دوت يا أجرك وين لي قيمة وين لي كده ذا سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم ووح حتى حفظي قد أصلي بضنين مركا مروى الله سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم كعل علي وعنه حل قولي أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله وحسن الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول إن عنه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفرتا كلمة دوت إن عنه أيا أحب إلي أني لإيقك القعيل بذنيه أنك جعلها مما وحي طلعت أي أصو طلتي عليه الدشيس الشمس قرحته وحق رحض أصو بحض وحق رحض أصو بحض وحسوق لي مخلوق أردن صو قرح ما صو بحض وفرس وحي لول كان جوغ أردن الدنيا أوي قرح بقى أصو بحض مركا إنتا سمالين تؤدالته وحق جعله النبي يقولي أفرتا كلمة دو معنى هذا وحوهي أن هدي ملكي أدون كأن لغو السيو وحكاقي أن بضان أفرتا كلمة إن إلهي كسيو وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر ولما النبي وحي صلى الله عليه وسلم مدات كبل لو ديت بكل نبي ما يسو ما الله رحي وعلك الهر مري مدات تكبل لو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر ما أنت هدي الله قف كم ملكي أدون كأن سوى هيستهدور لنتو فائدة أماله لكن أصدق أفرتها كلمة ضحى يهضور لنتو وأهل جنة وحوين بهلية مالك يا إخوان ووح أدوين ويهدي حتى الله قف إنها نغمد أن الدنيا بها الله صفرة دي الله وحي وحسد سهلية وصفر لها دي أرضا الله قاتها أفريكا الله أدى تشينا الله أدى الدنيا سي الله صحيح أفرتها كلمة ضحى قيمة بضل أدو قيمة بضل ووحط رنتي صفرة ووين الله قال لك قيمة بضل وأنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعنه حال قوري أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحين من قال قفك ده لا إله إلا الله وحده هذا ذكرك وحده ويابك وكله وحاكم إذا مركا من أخر ست وحساسة بل كان أم كله بس لا حساب كان كيهورا كخطر كان كيهورا كدر صاد أولا ذهب وكتاب رمانية قفك ده لا إله إلا الله وحده الله حق لغو عابد مجرو أن أصغى أهين الله أنا هين كو بين لغو عابد ويجران صنم يدا بين بلغو عابد لكن الله بحق لغو عابدا وحده كلغي سوي الله لا شريك له وح شرك انا اله امصقنا وح وحلو وذاك والتوكيد وي وحي سيات كينيسا كليا وحده دي له الملك الله اسغا بقرتويدا اسكله بقرتويدا انسان ها اهاتو حيوان ها اهاتو سما ها اهاتو دول ها اهاتو جنة ها اهاتو نار ها اهاتو الله اسكله وله الحمد ما حدنا أسرع إسكال مروا البوام هاتسنية هدو أنا كو جلينا ولو شكريا هدو حمان كو جلين أو أكون علينا وحال سما يا حمد لله حمد التفويض تفويض كوا محي الله أمور تاض أبندق نيسا مروا البوام هاتسنية وحد هذا هدو أنا قد جارتد الحمد لله الذي بنعمته تتم صالحات هدو حمان كو علينا وحد هذا الحمد لله على كل حال مروا بالله على مهديا مركو ما هتسنيه وهو ألا على كل شيء شيء كستقدير وأوله انت قف كده ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم ما لنت تحدى هذا 100 مرة بقل مر قف كده بقل مر كوع العلية انت له كانت وحي وهانيسا له أسقى عدل 10 رقاب طبن الضومات إلا حرية أكلا ننطبن الضون حرية بعد الله من نقول نيسا الضون تنوال مغشان وحفظ لكسو عروري وكتبت له حلو قرى 100 حسنة بقول وناقة بقول وناقة نوال قرى ومحيت وحلقة ترى عنه أسقى 100 سيئة بقول حمانة وكانت له حيء النقطة حرزا وارديو
حرص قام حي وحرص حريو وارديه النقطة من الشيطان الشيطان كي يومهما لنتي ذلك أكاسة حتى يمسي إلى أكجلب يست إلى أتجلب كي كجدنا شيطان كم أجمعه ولم يأتي لما إيمان أحد أحدنا بأفضل وحكقي مبضا مما وحي جاء به أوليمت إلا رجل نين بأهنا عمل سمي أكثر وحكبضا منه أسر نين كبت صدي أون مأهنا نين كلا كفضل بضنا ما أنت مجر نين كلا أوليمت وحك خير بضا انتاس مجر فيري كلمة هاس ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كل يوم ما قفض لي بالوجه ليا طبعا الضامات إن الحرية سيأكل الضامات حرية إنت هذا وامد إله يفكر رقبة الضام الحرية ما الله سمعي وحد وين ما حد كله هليسا طبعا بقول درجة إن لجو قره أو فضلية ما حد كله هليسا بقول حمان إن لقى ترتره ما حد كله هليسا شدان إن لقى إلالي إنت أنقفك وحده كره إخواني صعو وصعدة شقد أضاء صعد يا كتبابور كوالا لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما هو ملنا إنك قاعد أنا يسوع خمسة دقيقة أما طوان دقيقة واحدة بابور كأضاء صعد دي كرتا أضاء مسايتك جري عدي كرتا أضاء مسايتك كوجر عدي كرتا أضاء مخايت فري عدي كرتا أضاء جرجع سرت كورت عدي كرتا وواحد جيب أوي وقال النبي وحكلو يري من قال قف كده سبحان الله وبحمده قف كده لا بد كلمة دو. في اليوم ما ننتي مئة مرة بقول مرقف كده حطت خطاياه دم بيدي سوالة ترترا وإن كانت هبا نغطو مثل زبد البحر بدا حمبا ديضا أكلا بدا أبورك يضا أكلا حتى أضيته ولا ترتريا فيرس بقول مر دادا سبحان الله وبحمدي هذا دهد حتى هاها تدم بيدا هذا بدا أبورك يضا أكلا حمبا بدا أكلا ولا ترتريا في رفض أنت عليك ولا بدأ بقول كاس وحافي عن وليبة سيقفكو أي دم بيدق وقول نقطه إنه قلب كده مركب همين كده معه همين كمركو جوري ستره أو أدون كسارة مايو بقول مر إنه سبحان الله وبحمدي سبحان الله وبحمدي سبحان الله وبحمدي إنه ما أنت أن دم بيجي أو أن ولا قاتر تريا في رفض وحي كبير وين ده قف دشدو كرتوت كم يوبهند هذا زيني ستوك أو طوال كامي وبعنده لكن واحد يعك تقف كمسلم كأسوان كبائر كل عين ما أنت أن دنوب يرير إنه قراني بقال كأسوان كعدا قيسا وفرس وفضل هذا وين وهي عظيمة أو عيار الوهلين مركا كفا إذا سنة فرصوين كاس كفا إذا سنة وعن أبي أيوب الأنصاري أيوب الأنصاري وحال قول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد من قال قف كده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قف كده وتهد سمرني صمى عشر مرات طوان مر قف كده هذا يوحن قصمر بقول قف كده طوان ده كلية كان وحوهانا يا كمن أعتق قف حريه أوكله أربعة أنفس أفر نف أو من ولد إسماعيل إسماعيل عروت السكمدة نبي الله إسماعيل عروت والله وادتك عربت أصل كها وادتك قريش يادتك دتك والنصب كفي عناوي إلهي نبي ولها قالوا وقالوا إلهي كدرته من ذرية إسماعيل بإلهي دورت وادتك أول شرف تبدأ حاجة نصب كبر كلا فيري عربت وهذا قف كسو إنك نجمد وأرتين مركا لفاني وحلي وقريش بلي نبي بري وحيري صومالي بدن بقى سوتي منه وحوله أنا وحانا هاي قريش أنا وحانا هاي آل بيت النبي أنا وحانا هاي جعفر بن أبي طالب أنا وعقيل بنجلا أنا وهبل بنجلا مركزه وحوله أبو بكر بنجلا حسن وحسين بنجلا وحوله تتكلم إن الشرف هذا نيا وحدري له هل نن أو كسر صار له عكرمة ابن أبي جهل بنجلا هيك عريان عكرمة ابن أبي جهل ما يسيك عرية كلها عريان هوا بنجلا أبو جهل والله عرية هذا هو شيء إنسان أو ضد كفر عمان أبو جهل شكته ولا أكل هذا الشيء أنا مرك الشرف واه الشرف هذه نول بوحلي أهل بيت كمان عام قريش بره مرك نن حري أفر الضومات أوضتك قريش تها عربتها هي أصل كها ولد إسماعيل أجر كذا وأجر كذا هي ليس مرك الضومات أنا مرك الله فيري الضومات سو قيمة بنانجري ما بله هلا بقى يلا طوال مهلس لكن الدهش وقيمها أوبر مرك وفضل الضون حتى عادي معه مرك وقوة وقيمها بره
وعن أبي ذر أبو ذر وحلقه رضي الله عنه قال إنه يقال لي رسول الله سوك لبا وحيقوا صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك ميانا كو شيغين بأحب الكلام هذا الكميت كله وجع لها إلى الله ألا هذا الوهل كو جع لهم كو شيغا إن أحب الكلام هذا الكن لو وكل قعل بدنه إلى الله ألا وسبحان الله وبحمده لبدن كلمة من غمر بن صامر ولا بدي الله تعلابي كجرين لا ودي وحوي اللي دم بجاي نافيا حتى لو حالي ألا وحلا ده يجو وجعليه سبحان الله وبحمده أنا ده رواه مسلم باوري وعن أبي مالك وحال جوري الأشعري رضي الله عنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور طهارة قاض شضو شضر الإيمان وإيمان كالمسكي استاهرس طهارة منه ومد ويسوء كلا منه والنجاسة ولا تكذب مرك إنا نظيف فيه وإيمان كالمسكي والحمد لله هنا تملأ وحيب وحساء الميزان ميزانك الحمد لله ننكي لهنا ما ننتقى ميزانك سوى بوحا وسبحان الله يا والحمد لله هنا تملأ آني وحيب وحيان أو تملأ أما متكست وحيب وحساء ما بين السماء والأرض السماء ذلك أنت أقول حيث قف كده سبحان الله والحمد لله قف كده صمد يقولك أنت قد حيسا حدين لميسان ويبوحسا ميسا وحاد وين وين فضل آد وين وين وعن سعد بن أبي وقاص وحال قوري رضي الله عنه قال وحولي جاء عربي ننخير بادياء با أجمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وحولي علمني إبر كلاما هذا الأقول عنه رسولك إلهي هذا عنده إبر هذا القيام بضن عنده قال النبي وحيد قل وحد هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم وفرس نكن يباديو كيمة وحيد رسول كلا هذا الآن له إبر نبي أنت نبي قل وحد هذا لا إله إلا وحده لا شريك له وحد هذا الله أكبر كثيرا إلهي با وين انبضا والحمد لله إلهي با مهسن كثيرا انبضا وسبحان الله الله مه يا نزها رب العالمين عالم كرب يسا ولا حول ولا قوة أود يحيل المجرته إلا بالله معنا العزيز الله غالبك عزيز وحالي هذا وحك استو كأود بدنيا الحكيم إعطانا حكمة بضا الله حكمة بضا واسكمها الله واسكم حكمه وحل ماشي كو بامبو دغا قال وحيري فهؤلاء لربي انت ربي غيب عليه فما لي انا محان لا نغرب دي عقلي سفيري وحي انت شكت وا الله ام بالو امانياي اني اوي محان دها محان اني انا ان شكت الا انت سوا ان الله اوتري قال وحيد نبي قل وحد هذا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني لي. الربا دي مر البحيره هذه واضد عقل بدن بحيره هذه وحا اسا نفعي وكيلي مره ذكر فدق بدا لو شيغي الهي با اسكلوي لكن انيغا ما هي اغو جره ما نها نبي حدا دا اللهم اغفر لي اله ايدم داف وارحمني ان حرس واهدني اله اهنوني وارزقني اله رزقي سي انت مره هو قنع اسغينا والله بري وحو اسكو ان طاهرين لها والله وحكوي جسن لها وحو الله كامانها نوا الله بره رواه مسلم باوري وعن ثوبان وحال قوله رضي الله عنه قال وحي قال رسول كان رسول الله سوك لابا وحا صلى الله عليه وسلم اذا انصرف مركو كسو بخه كقدوم من صلاتي سلاديس نقو مركو صلاته كسو قدوم وحو ديه جري وحو يري استغفر دم بداف الله ويديسن جري ثلاثا صدح مر صدح مر بقى دم بداف ويديسن جري وقال مركز حجري اللهم الله أنت أدوى السلام نبتقلياته ومنك أذيك حق أغي أهاتي السلام نبتقلياته تباركت خير كأغابتي يا ذا الجلال الله وينك أصاحبك والإكرام يشرفت كرام ظل انت أدوي قيل وحال قيل الأوزاعي إمام أوزاعي وهو أحد رواة الحديث وحديث كدت كوري يميت كاميرا كيف الاستغفار استغفار تسيئات سليبا ألدن من أفلو ويدستا قالوا حي تقول وحال هذا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله
مرك صلاة دعت كبه حديد صدح مربو النبي وحديد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله قاسو حديد ري اللهم أنت سلام منك سلام سؤال ما يسوي دينينا أستغفر الله صلاة يا أبا لقب حم حلو ليه قرب قرف قف قدام بابي محيسة تاي معنى هذا إلهي أن بتقلي يا تاي أن بتقلي لنا عليك عتي ماذا وحال يري أستغفر الله معنى هذا حوي وحي خلل يا نسطانة أو صلاة ده حدا قلي إلهي هو أن كادم بداف ويدي سنية صلاة ده أنا قلت كان السادة ربتي إلهي ويدم بداف نبت قلي هذا أنه حوي ما ليري إلهي وأذا النبت قلي أن نبت قلي ذنا عليك كاتي مع داية صلاة داس إن نبت قلي وفرس صلاة داس إن نبت قلي يو هل نقطة ما أنت قيامة ذا ميدان كنا بتقل وهيجا هيجا ترتين هيجا أقبل وفرس وح هذا وين وين وحكلا أو أي ودي سنة يسا وحكست أن نبت قلي أبدا لو ودي سنة يسا حتى قلبك صار عاد كبقيس قال له ان بتقلي الهي ادق ان بتقلي حاجه كاتب انت الهي ان بتقلي عملك يغني ان بتقلي تبارك يا ذا الجلال والاكرام ودعاء وين وين. وعن المغيرة بن شعبة وحال قوله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوها اذا فرغ مركو كفارق من الصلاه صلاه او وسلم او سلاما نقصده اذكرت هذا ان كهلين قيبت الدنب امام النووي ما دام او كتابك اوصن او ان قايبين انت بدن سي آد وكلا قوقعان مركا غار كود أذكار بضنبوس دبقلني أذكار تدن أما صبح حلرده أما قلب حلرده أما صلاة الإحنا أما كدب حتى قيبت عند مهد ونحق قلعي وحوهي قيبت صلاة مركا تكب حد لآخرست تي هدا كم إذا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت سلام ومنك سلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. مغيرة من شعبنا وحال قوريي وحوي رسولك مركو صلاة كبحو قال وحوي تري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير توها صامر وحو قدر اللهم الله يو لا مانع قف ديدي كرمجرو لما أعطيت وحد أضوه بحسن ولا معطي مد بحيا مجرو لما منعت وحد ديدي ولا ينفع من أنفعه الجد شرفت ما أنفعه ذا الجد متك شرفته وصاحبك منك أذيك حقاك ولا ينفع من أنفعه ذا الجد متك شرفته وصاحبك منك أذيك حقاك وقامت ترتقه ما أنفعه الجد شرفته معنى هذا هو يقفك شرفته له مالك هايستا عرورت هايستا قيمها له ما لحظة وحي سالسي أردن ألا حق صحبه وقامت تريان ألا هدو قفك الروا إن وقب تقف وحوتر كرمجره هذو يهي نين دافتي أدون كنلس يوكلا الجد ودافت أصلك وهذا أنت النمذا والغنى والمال والشرف أو كلوي وحكى صلى الله عليه وسلم بعد هاي ساعة مركز صلاة كتب أنت عنه لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد أنت أصلك أنت هذا دعاء ذوي صلاة مركز كبحد. وعن عبد الله بن الزبير وحال قوله رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقوحها يقول مدها دهور كل صلاة صلاة كستقذاش هذا حين يصلي ومركو سلاما نقصد وفعل كيهو عبد الله بن الزبير صحابي حدي جري لا إله إلا الله وحده ولا شريك إلا له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد معابدين إلا إياه أصغى معهنا له نعمته إلهي نعم وليه وله الفضل فضل الإيراد أنا ألا وليه وله ثناء الحسن أمان ونكسن الله له لا إله إلا الله الله حق الوعود الله المجر مخلصين أنه أبر احترين له أسجى الدين عبادته ولو كره هب النعانة الكافرون قالوا هب النعانة قال الزبير بوحيري وكان رسول الله رسولك له وحوءها صلى الله عليه وسلم ابن الزبير بعد عبد الله بن الزبير يهلل مد كو تصبيح صدا تهليش وحلل هذا مد كو وردية بهن أيها دبور كل صلاة صلاة كستقلاش هذا مكتوبة أولا فرض يال مركو هرى وحوها هذا الكيسي هذا النبي قول رفعي النبي قال ليه جريب مركو صو صلاة الله قبح وليه جريب مركو وأذكارتي بعد صلاة ده رواه مسلم بأوري أن وعن أبي هريرة وحال قوله رضي الله عنه
أن فقراء المهاجرين مهاجرين تفقراء ذودي أي أتوا أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كذا بأي مادين فقالوا حيدهن ذهب وحيلتهن أهل الدثور دتك مع القبائن كأها بالدرجات العلى درجوين كسر صرع والنعيم ينعمون كالمقيم يجوك تداها وحاولي من النبي قدتك فقراء المهاجرين خير كي كده ذا الآن محي لكن هيستان وحما هيستان وحينا رسولك الله درجوين كسر صرع إيا النعمة دي جنة أهيد وحانا قهر مرأي دتك مع القبائن كأها وحي روايدها قار شيقة النبي قاو الجو وحجري سيكون أعضي محاد كالله يستان عداية واحد شيقة يستان وحيد إهن مركي يصلون ويتكذان كمان نصلي سان وتكن إنك مع القبائن كإنك فقير كأبوي ويتكذان سما ويصومون ويصومان كمان نصوم سان وصان أي أنا واصومان ونا واصومنا ولهم أيجنا وحيليهم فضل إيراد أو من أموال المال مال كين وينقب ذين يحجون ويحجين يان ويعتمرون وعمره سنة يان ويجاهدون ويجهاد يان ويتصدقون وينصدق سنة يان أنا أقول أنت ما أود ما المهيسن مركوا شيء أثري غنيا وأنا لا جهر من رسولك الله فقالوا حيا ألا أعلمكم يانا إذن بريني شيئا شيء تدركون به أتكوها ليسان من سبقكم قفك إذن كهر مري وحما إذن برا قفك إذن كهر يا أصاق بنيسان وتسبقون به أتكغن هر مريسان من بعدكم قفك إذن كدن بي قفك إذن كدمين وسيدن سوء قارين ولا يكون أسنقون إن أحد أحد أفضل منكم مد إذن كفض بضا إلا من صنع قفص ميماهن مثل ما صنعت وحا سميسين أوكال وحا سميسين أوكال قفص ميماهن قف إذن قاري كرين مجر ما إذن برابو جير قالوا حينهم بلا ها يا رسول السوك الله قالوا حيري تصبحون وتسبح سنيسان وتحمدون الله تكحم دينيسان وتكبرون وتكبير سنيسان خلف كل صلاة صلاة كستقلاش هذا 33 صدني صد أحمر صدني صد أحمر ساس لها قال أبو صالح الراوي أبو صالح الراوي قهبه وحجري عن أبو هريرة أبو هريرة سوى كورين هيا لما سئل مركا لويدي عن كيفية ذكرهن سيد الله لهاي حبك هذا حبك الله شيقي كلمة هاس قال وحجري يقول وحقفكين ليه سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن إلى أيها كدغو كلهن رمان توضى 33 صدن يصدح حتى يكون إلى كأهذا منهن أيها حقه هذا إلى كأهذا كلهن رمان توضى إلى رمان توضى أيها كأهذا 33 صدن يصدح مر إلى صوت أن يصدح مرأي كذا كذا أي كنقط متفق عليه معناه حكة ولا صوت أن يصدح مرأي وحاتين إنسان سبحان الله والحمد لله والله أكبر بطرنا إلى أكذا ما يصير صوت أن يصدح مرأي سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذا هل مروي سبحان الله والحمد لله والله أكبر هل مر سبحان الله والحمد لله الله أكبر هل مر وحاطيع كرتا كيفية كلا إني جرت أوه سبحان الله سبحان الله سبحان الله صدقني صدق مر حديث بقى أيضا نقصه كان الحمد لله الحمد لله الحمد لله صدقني صدق مر الله أكبر الله أكبر صدق مر تادر يا عبد بدي مر مركزه حيرد حتى يكون إلى أك هذا منهن أيج حق هذا كلهن رمانتات هذه كلهن تا أي كحرن تا منهن 33 وزاد مسلم أبو حزية في رواية ديسي فرجع وحصل لابتين فقراء المهاجرين المهاجرين فقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل لابتين فقالوا وحيدهن سمع إخواننا ولا لهن وين مغلين أهل الأموال مع القبائن كأها بما فعلنا وحن سمعين ففعلوا مثل أصوى كلا سمعين ودعوا الله بعض وحيدهن رسولك إلهي نمنك مع القبائن كأها مركي أن كهر مرين وركي بسوق قال وين مغلين أينا ويدهن هدوانا قهر مرين هدنا ما سمعنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كاسي فضل الله وفضل ألا يؤتيه من يشاء وقفك ربو سيا هد مالك وفضل ألا وقفك ربو الله سيا هد ننك أكلات ترتمى وحو كديريا وكديرانيا لكن هد يؤوني يهدوهن أو لغا خطر سيا أذكارتنا أذكار مريسا هذول لكن أذكارتي أنا كهر مرة ضد وحاجرة مالك يا أذكارتي يا عبادتي بكهر مرة
دكاسو كلمة ترتمي كرت وفضل إلهي زي لكن هدو مالك كغهرمر أذكارتك كغهرمر هدو أذكارتك وقلت تتمع علمي طلبك كغهرمر هدي مال أن كغهرمر هدي لكن مال كسو تشالنج كل سمعي سيد أبو بكر وعمر وقت تجاي أوكله حمد سمعي كرت أبو بكر مركو عمر لا ترتمي لا ترتمي لا ترتمي وكهرة وعي ما أنت كدب نك على ما ترتمي كر خلاص وإجهرمري وكوخر سنة إجهرب مرك هدي نك وفضل الإرادة هيستو لما ترتمي كرت لكن هديك كله سكوت دينا على غهرمري الدثور وأذكر مع القبائن كا وعنه حال جوري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحجر نبي من صبح الله قفك الله تصبح في دور كل صلاة صلاة كستجداش هذا 33 صوتا يسد أحمر وحمد الله ألنا كحمد 33 صوتا يسد وكبر الله ألنا وين 33 صوتا يسد وقال تمام المئة بقل كذا ما يصير كذا لا إله إلا وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير قف كذا غفرت والد أفا خطاياه الدم بيديسا وإن كانت هوا نقطه مثل زبد البحر بدا حمبدا هذا أكله بدا حورت هذا أبورك هذا أكله معنى حلقة هذا واحترب بدا أبورك هذا لما ترنكره هيرك هذا أبورك ككعي لما ترنكره انت أسكر حتى ديت والغود أفايا مركا تنوى صفك لأو صدن يصدح ديهورا وحاكت إمانايد سياشا إسيال بيسكون نقضين صوما هل بعكده ما نيت هل كيف على قدر ما يستري لا إله إلا وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير وأبغلك وحاس وكان مرك قار قلنا إن لقدر ما يستره الله أكبر إن لقدر ما يستره وأبغل يكون غط وحكلا أوس وكان شن يلا بع تنمر إن لا إله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أيضا نويس وانت haddii markaasi sod 25 lagu dhuftey afar wa meeqa oo boqol kale haddii markii rabtay inaad boqol saa u tirsi la ilaah ku tirsi waxa hadda subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar hatirsa 25 mar waxay noqonaysa boqol haddii kale subhanallah subhanallah tiri la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar tiri alhamdulillah alhamdulillah ana qaar u tirmid albasadani sadex mar boqol kana waxaad kaga dhigtaa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu هديك الإسراعي سبحان الله والحمد لله والله أكبر كو صدني صد حمر بقول كنا واحد كذلك تا مرك وجود ما يسا لا إله إلا وحده ولا شريك له وحد كراس وكان إنك صهور دة تاسع أي كنت من مكة الله سياحنا يو إن مرك بقول الله إله الله أكبر لو ما يسره لو حرة تانا ويسو كان تا وعن كعب بن عجرة وحال جوري رضي الله عنه قال إنه يري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير معقبات كو كدنبايا معقبات كو كو دبا صعدا لا يخيب مهو قائلهن متكره او فاعلهن او متك سميا يم خساره دور كل صلاه صلاه كستغداشه مكتوبه او فرضه ايوير قف كي دها صلاه كستغداشه كوان مهوغي وا ما هي مركز صد كواني 33 تسبيحة صدا يسدح تسبيحات و33 تحميدة صدا يسدح تحميدات و34 يصدا يأفر تكبيرة أو تكبيرات قف كده ومدى نهيني الله أكبر الله ما يستريع قف كده وبقول كده ما يسترنا ما خسارو قف كاسي من هو لبكم دعو دم بيقيسا اللهم والله قد عفايا قيامتنا جنة قليا إن شاء الله تعالى غفكاس وعن سعد بن أبي وقاص وحلقه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحي يتعوذ من مغنقلا دبور كل صلاة دبور صلوات الصلاة ذها قداشة بها أولئك الكلمات كلمة ذها نعيقا هذه اللي رأى دبور الشيء شيء قداشيس مركا قارك وحي نغن كرتا شيء قيبت أودن بيسوء كامتك صوتا شيء سينتيس سيء كامتا مرك وأمرك التحيات كرما يو كدب بودي هجري اللهم الله إني أنا أعوذ بك وحن كمان قال من الجبن فليتنمو والبخل إياه بخيلتنمو جبن جا والبخل بالأنفس نفط هذا نتكون بخيش بخل جنا والشح بالمال مالك الله بخيل مرك منا والشح بالمال منا والشح بالنفس وين لا رضوا بخيلتنمو لكن نوع فلي هو بخيل نفط يسوق بخيل يعني
وأعوذ بك وحان كامغن قلي من أن أرد إن لإعلي إلى أرض العمر عمرك كيس الليتا عمرك مدك الليتا إن لإعلي عمرك الليتا وحالك وضع لا بفسر بالو فسر أمر وحال يري وحوي قفك إن دادت ويناته وعرور عمل نقضه محان لهنا قفك مركو استودر درسا أساسا أما أن تتب أمو عن تتب أمو أساسا استودر درمض dadku ay kuugu dhibaatoonay aduna waa dhibaatoonaysa waxa kala ard al umur leeyahda in qofku intuu dhibaato ku dhacdo adduunka oo maskaxiyan isku darsan qof aan waxba qabsan karin oo waxba ahayn waxba fahmi karin oo sida caruurti ah u noqdo sida dadka shalalka galo oo kala oo madaxa ama maskaxda intee wax noqdaan isku darsamay ha kaas oo kala waa ard al umur asagan wa umri li ta ilahi ku cili ilaahu taasan ka maangal markaasu wuxuu yahay waa'uudu bika waxaan ka mangala min fitnati dunya fitnada adunka maal iyo dumar iyo mansab darajo waxay noqotaa in adunka aan ku fitnoob adunka hadda wali waqti aan la joogo fitnadu aad bay u badan tahay sababta adunka dhan baa loo qurxiyay dadka waad ku sirmaysaa waa'uudu bika waxaan ka mangala min fitrati alqabr qabriga fitnadis ila inta saan ka mangala rawahu al-bukhari wa al-washan bukhli ya jubni يا عمر حن يا فدناء الدنيا يا قبري مركو له قفكو دعادي أفرتي كلاو هيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال مركو له بكون كدم بيسينيا وعن معاد وحال قولي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ وحوقبت بيده كعنتيس نبي قعنت قبت معاذ وقال وحيري يا معاذ معاذ والله الله أنك دارت إني أنا ولا أحبك وأنك جعله في النبي صلى الله عليه وسلم إلهي أنك دارت وأنك جعله ولا بكل ما ذل نبي أن دارت ما الله بهنا قف كسور مثل أصدق المصدوق وين لكن محور دارنا يا إنه أتكيو مرك قف كات جعشة محل السيا وحال أتكو جعشة على السيا محور سين يا مرك النبي محور فقال النبي وحيري أوصيك وحنكود الدارم يا معاذ معاذو لا تدعنها كتقين في دور كل صلاة صلاة كسقراشة تقول إن أدهضو اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم الله يو أعني إيقو كالمي على ذكرك أذيك حسك إن أنك حسوست مر البعض أنك حسو أنكو ذكريو وشكرك إن أنكو شكريو حداد وناقس إيقا شيء إن أنك له إلهي بعم حسن وحسن عبادتك عبادة هذا تيدا وناقسا إلهو أنت أيو كلمه رواه داود داوري بسناد صحيح مركا قف كاد يعشى وح في عم بعلى سياي نبي هذه يد اسمه سياي معاد وح هذا قيام بدل نقول عن كفاءة دي سن محل يري وح في عم قف كاد دي الله شيء قف كعقل لو قف كأسوأنا مركم قال كفاءة دي سن وله هذا لذ النبي وقف كل وير خاصكما هوا لو وح السماء قف كصوص السماء وحه هليا مركا فضلي محيه شكله صار بيجرين ninki labadii wiil oo istagaalay oo tiri habar ba tiri war wiilka saas u galsuu ee dawad noowada sheegta oo noowada sheegta waxa tii wiilka qanaf oo lagad oo saa u dhig lugta u dhigo dhulka ku dhufasuu yaa waa noowada sheegta intuu uga hormaray marka qofka smartka waa saas hadii wax la sheego waa looga hormaraa qofka loo sheegay hadii wuxuu wanaagsan yahay marka mucaad buu nabi ku yiri adiguna samee noo samee intaas aan ku dhaafayna wallahu aalam bila tawfiq jazakum allah khair een maanta ii bariba darsiga waan akhriyaynaa qofkii raba inuu ka faa'iideysto arday rasmi ah noqdo kitaabka riyaad saalixiin ka soo qaato ha war riyaad saalixiin wuu yalla ha riyaad saalixiin maan rabaa wa maya asaga hal xabo weeye laakiin waa afar chapter amal hal xabo weeye laakiin riyaad saalixiin waa hal xabo afar taba kan sharax yar buu leeyahay kuwa sharax leh waa afar qaybo laakiin adu waxa u baahan tahay midka matni waa hal xaba الحبا مثل دارت عربي وقف في قناة شرح إنه آخر السنة مثل شرح ويب سن كرا شرح ودور حب لكن في أوصال الحين مكتبة ده لم بيا لا قفكو أصابرته حصاقته دبنا هو مراجعيه قف كان حتى كتاب هي سنة كتاب كان وكرد وين كتاب هذا كله وكتاب علمي لجودة وعلية ما راح حتى قف كيس كده يسوي كفاية سنة لكن قف كرا إنه دبوا مراجعيه أذكر تحفظه وفرصته إنه كتاب كان سواقات على الأقل هذا سواقات وحي كعجب قليبا على مسد هذا الدباء تقول نقطة فرصة ذهبية أوي إن شاء الله تعالى والله أعلم حديثة كتابة كتب كتبتك على
برغمرانك كما جيران وحين برغمرانك او جيران قار كم إذا ويدع كتاب برغمرانك إن لقاها قار كم إذا لكن وحي كوة جيران والهباء إن لقاوة هلا يكتاب ذا وين شيخ وحكسة أروري بخاري يا مسلم يا ترمذي يا ابن ماجه يا سنن كتاب الله متك ها يا كتابك على حتى حديث وكسر وكتاب وحديث حل أوي مرك شيخ وحكومة عاب رياض صالحين بيرتي دتك صالحين تاع ورهم وبير كتاب كان ها بيروي مرك وكتاب سوى كلا إن له لا أذكر تهوي هذا أنت صحت هدرت إن هذا الشيء وحضو بهن تا إن طبعا كتاب بيرتي أو بهن تا استرخيص بسوس سميها سوس سمي والله أعلم